السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف برنامج الإيدولوجي، البرنامج ده بيدرس لي مسارات الناس والعربيات والمياه والهواء وكل الحاجات ديت. مثلا احنا عملنا عايزين نشوف هل المخارج وهل المداخل وهل الأوبننج والأبواب والشبابيك هل دي كافية ولا لأ. طيب خلينا نفتح البرنامج، هقول له إن أنا عندي هنا نيو موديل جديد وأدي له اسم وأقول له ابدأ افتح، فجأة كريت لي نيو موديل وتبدأ تظهر عندي بشكل دوت. وهاجي هنا اقول له ان انا عايز احدد الخطوط اللي الراجل يمشي عليها، وممكن تدخل له كده لو انت حابب. طيب انا هقول له دلوقتي بول لاين وهبدأ ارسم المسار بتاع البول لاين، دبل كليك، وبعد كده هبدأ اسحب المسار بتاعي بس ليكن مثلا بالشكل دوت. بحيث دي مثلا زي هول او الاستقبال. ولما تخلص الشكل بتاعك وتقدر تعدل فيه الشكل بتاعك زي ما انت عايز. طيب بعد كده عايز احدد ان في هنا مثلا ده مدخل معين او حاجه زي كده، فهاجي هنا دي العناصر ديت الخاصه بالبرد بتاعتي، فهقول مثلا ان انا عندي درجه لاين اهوت، ده لكم مثلا الانتر بتاعي. وعندي المخرج بتاعي برضو اقول له تارجت. تمام وده اكزيت. بعد كده عايز اقول له مثلا انا عندي هنا في زي سيرفيس موجود، اقول له انا عندي سيرفيس عايز سيرفيس ويز لاين ولا سيرفيس اللي خليها سيرفيس لاين اهيت. تمام وتقدر تلف الشكل دوت، تخليه مثلا بالشكل دوت، وتقدر تحدد هو هيبقى كام واحد. ممكن تقدر مثلا سيرفيس 1 تمام بالشكل دوت، ممكن تيجي هنا تخليه يلف مع شكل الأسهم ديت، وتقدر تعدل في عددهم زي ما انت عايز. طيب وبعد كده عايز احدد ان انا عندي هنا باسوري المسار اللي انا عايز الناس تمشي فيه اهوت. وطبعا تقدر تتحكم في الحجم بتاعه والشكل بتاعه زي ما انت عايز. طيب وبعد كده ممكن نحط مثلا سيرفس تاني اهوت. ونسمي ده مثلا سيرفس. هو بيقول لي الاسم مستخدم ماشي ما عنديش مشكلة. طيب دلوقتي عايز بقى ابدا اقول له ان انا عندي هنا بيت سورس اللي هي الناس اللي هتبقى موجوده. تمام اهوت تقدر تعلم عليهم، تقدر تقول له ده التارجت لاين بتاعي مثلا الانتري، وبعد كده تقول له كم شخص في الساعه، تقدر تفكر في الرقم دوت. طيب انا عايز الناس اول ما تدخل هتعدي على السيرفيس ديت. طيب فهقول له سيرفيس طبعا دي هنحدد ان دي سيرفيس ديت. طيب بعد السيرفيس عايز اقول له ان انا ادخل على المكان دوت، فاقول له جو تو، واقول له هنا ان انا عايز اروح فولو، وبعد كده هقول له بس، وبعد كده عايز اروح للسيرفيس الثانيه هنا، ودي هقول له خلي لي سيرفيس 2. وبعد ديليت سيرفيس هروح اقول له بيت جو تو، هروح لي الاكزيت، وهقول له بقى ان احنا خلاص خلصنا. طيب عايزين نعمل بقى محاكاه للقصه ديت، هقول له
رول موديل. عوض واقول له بقى شغل ران. هتبدأ بقى الناس تظهر عندي بالشكل دوت. نعدل بسرعة.